مساكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا ويا مرحبا فيكم مره ثانيه. جد لقانا وياكم من خلال شاشه قناه الاي تي في، نتواصل معاكم ومع مشاركاتكم على الارقام اللي راح تظهر عندكم على الشاشه. معلش اليوم راح ابدا من غير مقدمات، صار عندنا شويه تاخير. نبدا حلقتنا بدايه بالاحصائيه مالت وزاره الصحه عشان نحاول نلحق الوقت بسرعه. اذا الاحصائيه موجوده عندكم شباب تعطونا اياها بسرعه. عندنا اليوم الاثنين 27 ابريل مجموع الحالات 3288. ايضا عندنا حالات جديده 213، حالات تلقى العلاج 2254، ايضا حالات العنايه المركزه 64. الله يشافي مرضاكم ويشافيهم ان شاء الله. حالات شفاء 1012، حالات الوفيات الله يرحم امواتكم ويرحمهم يا رب 22 حاله. من اصل ال 213 حاله حالات مرتبطه بالسفر 31 حاله، 24 حاله لمواطنين كويتيين مرتبطه بالسفر للمملكه المتحده، 4 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطه بالسفر لالمانيا، حاله لمواطن كويتي مرتبطه بالسفر لقطر، وحاله لمواطن كويتي مرتبطه بالسفر لامريكا، وحاله لمواطن كويتي مرتبطه بالسفر للسعوديه، وجميع الحالات السابقه ضمن رحله الاجلاءات الجويه الاخيره. حالات مخالطة 177 حالة، 38 حالة لمواطنين كويتيين، 61 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، 26 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، 13 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، 5 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، 4 حالات لكل من الجنسيات التالية: سوريا، الفلبين، إيران وسريلانكا، 3 حالات لكل الجنسيات التالية: الأردن ولبنان، حالتين لكل الجنسيات التالية: اليمن والنيبال وغير محددين الجنسية، حالة لكل من الجنسيات التالية: السعودية، كندا، الأرمينية، التركية، نيجيرية والتونسية. جميع الحالات مخالطة لحالات تم التأكد بإصابتها بكورونا. حالات أخرى لقيد التقصي: 5 حالات لمواطنين كويتيين، جميع حالات قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم. تفاصيل العناية المركزة: من أصل 64 حالة 34 حالة مستقرة، 30 حالة حرجة خلال 24 ساعة الماضية، دخول 5 حالات جديدة للعناية المركزة، تسجيل حالة وفاة في العناية المركزة حالة واحدة. تفاصيل الوفيات: مواطن كويتي العمر 53 كان يتلقي رعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 30 يوم، رحمة الله عليه والله يرحم أمواتكم. مقيم من الجنسية الهندية العمر 54 كان يتلقى العلاج الطبي اللازم في العناية المركزة منذ 17 يوم، رحمة الله عليه وعلى أمواتكم. لا تنسون المرضى في دعائكم والله يشافيهم ويشافي مرضاكم. واليوم كان في نسبة كبيرة أيضا، نفس النسبة اللي أمس كانت نسبة كبيرة حق الشفاء، يعني أمس كان في عندنا نسبة شفاء عالية واليوم كان أيضا عندنا نسبة شفاء جدا عالية. قبل كم يوم كنا نتكلم على موضوع السيارات، إذا تتذكرون موضوع الجراجات وموضوع الجراجات، تصليح الجراجات وهالأمور هذه كلها، وأيضا تكلمنا على موضوع يعني خبرين مفرحين اليوم نبي نبعثهم حق أهل الكويت وإن شاء الله يعني يستاهلون، إن شاء الله دائما تكون أخبار سعيدة. تكلمنا على موضوع الجراجات والسيارات والإطارات على 50 دينار وليش ما يفتحون مراكز للجمعيات وهالأمور، تواصلنا مع الأخوان في وزارة الشؤون بخصوص الجمعيات، تواصلنا مع الأخوان في البلدية وقلنا بأن الإغلاق أصبح صار من موضوع من مجلس الوزراء، ما يفتح إلا عن طريق مجلس الوزراء. الأخوان في البلدية، الأخوان في الشؤون اجتمعوا من قبل 3-4 أيام، قلت لكم هالكلام بأن حطوا الآلية العمل وطريقة العمل وكانوا ينتظرون موافقة الأخوان في مجلس الوزراء. أيضا الخبر الثاني قلت لكم بأن وزير المالية تكلم واجتمع وقال ان احنا راح نحط الآلية وجهزنا الآلية الكاملة حق موضوع صندوق الأسرة وصندوق المتعثرين، وحطينا الآلية لتأجيل الأقساط. اليوم صدر قرار من مجلس الوزراء بتأجيل صندوق المعسرين وصندوق الأسرة أسوة بالباقي لمدة 6 أشهر. مبروك، تستاهلون، وانا دائما كنت اقول ان هذيلة اهم فئة. عطنا القرار مع مجلس الوزراء اليوم، قرارات مجلس الوزراء اليوم، ابرز قرارات مجلس الوزراء في الجلسه المنعقده اليوم 27/4. 1. تكليف
بلدية الكويت السماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بإعادة مزاولة عملها حسب الضوابط التي تم تحديدها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تكليف وزارة الصحة والإعلام وبلدية الكويت وهيئة الصناعة وهيئة الزراعة والثروة السمكية وهيئة البيئة وهيئة الغذاء بالتواجد على مدى 24 ساعة في كافة منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة. هذا قرار جدا جميل صراحة، يعني خلوا دواماتهم 24 ساعة علشان عملية الأكل والأمور اللي قاعد تجي من برا على طول تكون يخلصونها بسرعة. ثلاثة، تكليف وزارة المالية توفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود 3000 غرفة لاستيعاب ما تبقى من المواطنين والمتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء والمقرر لهم حجر مؤسسي، بالإضافة إلى تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة لاستخدامها لأغراض طبية. أيضا الأخوان في المالية قلنا احنا أمس أن استلموا محجر 5000 كرسي 5000 سرير، اليوم أيضا قرار مجلس الوزراء يحتاجون بعد محاجر حق الدفعات اللي جاية وأيضا فنادق للطاقم الطبي. أربعة، يوافق عن تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء الصندوقين المعثرين وصندوق الأسرة لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر أبريل وتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع قانون لازم بهذا الشأن. هذا الكلام احنا قلناه ان طالما من 1/4 اذا اسوة في اخواننا المتقاعدين اللي صدر فيهم قرار من وزير المالية بارجاع المبالغ اللي تم استقطاعها. ايضا احنا نتمنى من الاخوان واكيد هم حاملين هذا الشيء الاخوان في وزارة المالية بان يتم ارجاع المبالغ والاقساط التي تم استقطاعها سواء من صندوق المتعثرين او صندوق الأسرة، راح يردون المبالغ إن شاء الله لأنه هو القرار من واحد من شهر 4 من أبريل. فإحنا نتمنى إن شاء الله خلصنا الموضوع، بقى عندنا مكان واحد اللي للحين ما بين وهو بنك الائتمان. للحين ما في خبر، نحاول نتواصل إياهم نشوف هل في نية هل في رؤية هل في هالأمر هذا، ما عندنا أي خبر عشان نشوف موضوع التنسيق مع الجمعيات. أيضا راح الأخوان يجهزون اتصال عشان نعرف تفاصيل الفتح حق الجراجات اللي بالمناطق. القرار هني واضح كان ايضا قطع الغيار من ضمنه كان موضوعه، يعني شوف انه تقرا انت الحين مثلا كان في البند رقم 3 لا مو 3 هني بعض الانشطه الخاصه بتصليح وصيانه وبيع قطع الغيار رقم 1. شوف واضح كان القرار، يعني مو بس الافرع ايضا كانوا يانا، كان موضوع قطع غيار ما تصور في عندهم بالمناطق ما في قطع غيار، فاكيد راح يشوفون اليه شلون محلات قطع الغيار تبيع شلون هالامور هذه كلها. تدرون انتم الاخوان في الجمعيات تابعين وزاره الشؤون، فالان التنسيق راح يكون ما بين البلديه وما بين الشؤون، واساسا الكتاب طلع بعد ما احنا تكلمنا في هذا الموضوع. انا تواصلت مع الاخوان بالشؤون مع اخونا عبد العزيز شعيب وكيل وزاره الشؤون، ف يعني تكلم فيها مع الاخوان. انا في جزء قبل اخذ الاتصال مع اخونا عبد العزيز شعيب عشان بين الجزئيه الواضحه هذه، انا وايد مبسوط من موضوع التعاون صراحه. التعاون ما بين الوزارات انا جدا سعيد فيه صراحه، يعني الاخوان مثلا اليوم عبد العزيز شعيب لما تكلمه يقول لك احنا خاطبنا البلديه والبلديه رفعت كتاب على اساس موضوع هذا وسرعه. هذا العمل وايد شيء ونه الاخوان على طول تشوف تطلع التفتيش. امس انا طالع وانا طالع من هني تشوف الاخوان على طول في البلديه طالعين تفتيش مع منو مع الاخوان مع وزاره الداخل. هذا التنسيق مطلوب، هذا التعاون السريع هذا مطلوب، مو بس في كورونا ما بعد كورونا هذا اللي كنا دائما نطالب فيه، التسهيل المهام ما بين الجهات ويعني انصهار الصلاحيات ما بين الجميع هو اللي قاعد يعطينا هذا الانجاز اللي احنا قاعد نشوفه بالسرعه الكبيرة. افتح وسو وكذا وهالأمور هذه كلها. عطنا خبر مع وزارة الشؤون في خصوص الأطباء، عطنا يا بعد مرة واحدة.
إني قرار جميل جدا صراحة يعني، ويعني أنا يعني أهني الإخوان في وزارة الشؤون مع الوزيرة ووكيل وزارة الشؤون أخونا عبد العزيز شعيب. هذا قرار جميل جدا صدر من مكتب وكيل وزارة أخونا عبد العزيز شعيب، يقول السيد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة التي تواجه البلاد في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وتوحيد تلك الجهود من أجل حشد الدعم للجهود الحكومية المبذولة والتي تصب في خدمة الوطن والمقيم خلال هذه الفترة القادمة، لذا يرجى التكرم بالتعميم على الجمعيات التعاونية وأفرعها بالسماح للكادر الطبي، الأطباء، الصيادلة وهيئة التمريض بدخول وشراء احتياجاتهم دون التقيد بشروط الخاصة بدخول الأسواق. قرار جميل جدا، شكرا عبد العزيز شعيب، يعطيك العافية أبو عمر. نعم هذه القرارات، نعم الكادر الطبي ما عنده وقت، قاعد يدام 24 ساعة، فمو معقولة راح نخلي الكادر الطبي والممرضين والصيدلية يدش على الابلكيشن ويحجز وهذه الأمور هذه كلها. فيعطيكم العافية، موضوع كامل راح أخذ تفاصيل هذا الموضوع وتفاصيل موضوع فتح الجراجات، معنا اتصال مع أخونا عبد العزيز شعيب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أبو عمر مساك الله بالخير. يا هلا أخوي صالح، نمسي عليك وعلى مشاهدينك الكرام، ونقول لهم مبارك عليكم الشهر، وتقبل الله طاعتكم وعساكم العايدين الفائزين بإذن الله، وندعي الله أن يزيل هالوباء وهالغمة على الجميع يا رب. الله يحفظك. أولا يا أبو عمر يعني احنا شاكرين جهودكم ويعطيكم العافية وجهد جبار. خلني أبدي من حيث ما انتهيت، قرار اللي خذيتوه أنت أو يمكن خذيته أنت في موضوع فتح الجمعيات استثناء الأطباء والصيادلة والطاقم الطبي، كلمني عن هالقرار. أكون صادق وياك، إحنا يعني كان المفروض هذا القرار يصدر بوقت أبكر من هذا، لكن الحمد لله والشكر لأن صدر هذا القرار. نعم. كثير من الاستفسارات كانت تجينا من الإخوان العاملين في الكوادر الطبية من وزارة الصحة، باعتبار أن أهم يقومون في العمل خارج أوقات العمل أو أثناء فترة الحظر، ويمارسون أعمالهم باعتبارهم خط الدفاع الأول خلال فترة كورونا، ويرجعون الجمعيات التعاونية، وبعض الجمعيات التعاونية نوعا ما يعني ملتزمة يعني تزمت أنهم ملتزمين بغرارات الدولة بعدم خضوع الكوادر الطبية. نعم. في الدخول إلى الجمعيات التعاونية، طبعا هذا تسهيلا، ومن واجبنا تسهيل على كافة الكوادر الطبية بشتى مجالاتها الفنية والمختبرات والأطباء والتمريض وكلهم. نعم. نشكر الجهود الجبارة اللي يقومون فيها في ظل الأزمة الحالية، ومن واجبنا أن احنا نرد الدين لهم، يعني نسهل عليهم عملية سهلون. دخول الجمعيات التعاونية لتوفير الاحتياجات الاستهلاكية والغذائية لهم. نعم. ولأسرهم الكريمة. بارك الله فيكم. أبو عمر قبل لا أنتقل للنقطة الثانية، أيضا عندي طلب ويمكن يالي من مجموعة من الناس. أنا أدري أن هذه قرارات دولة، وأدري موضوع الابليكيشن، والآن الابليكيشن صار صبح وعصر. أتمنى. نعم. أيضا يعني حتى لو وديا، وكونكم أنت وزارة شؤون وأنت وكيل وزارة شؤون، أيضا يكون في كتاب حتى لو شفوي حق الإخوان في اتحاد الجمعيات، بأن هناك مجموعة من كبار السن ما يعرفون يستخدمون الجهاز، فأتمنى أيضا كبار السن إذا وصل للجمعية أيضا يستثنى في هذا الجانب. ابشر واعتبر هذا طلب غير التنفيذ. بعد آسيا أبو عمر، ذخر يا أبو عمر، ما تقصر. باكر إن شاء الله راح يصدر هذا القرار والتعميم للإخوان ممن يحملون بطاقة أولوية كبار السن، انهم يسهلوا لهم الجمعيات التعاونيه عمليه الدخول. يا بعد راسي الحالية. يا بعد راسي. لكن ان شاء الله سيتم ان شاء الله دراسه، لا قدر الله وتم فرض حظر كلي، ان يكون لهم معامله خاصه من اخواننا ممن يحملون بطاقه كبار. بعد راسي. بعد اشكور يا ابو عمر، يا ريت تزودونا بعد كذا عشان نعرضه. وشكرا بدايه على هذا التفاعل السريع. ابو عمر انا صار في اتصال بيني وبينك بعد ما عرضنا موضوع سيارات والامور، وقلت لي يا صالح انا راح ادرس كتاب حق الاخوان في البلديه، واليوم طلع القرار، كلمني عن الاجراءات فتح الجراجات اللي موجودين في المناطق. طبعا بتنسيق مشكور ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية مع البلدية الكويت، متمثلة بأخي المهندس أحمد المنفوحي أبو عبد الله، للمسي عليه ونتشكر منه على تعاون الكبير مع الإخوان في الجمعيات التعاونية. تم النقاش معه حول إمكانية فتح بعض الفروع الاستثمارية، وعلى رأسها الفرع البنشر والكهربتي والبنشر في الجمعيات التعاونية، باعتبار أنه حاليا شوخ الصناعية
او غيرها من الجراجات لا تعمل بالشكل المتطلب نظرا لوجود الازمه الراهنه. نعم. والحمد لله اليوم مجلس الوزراء الموقر مشكور اصدر قراره بتكليف يعني بلديه الكويت نحو اعاده فتح الجراجات في الجمعيات او في المناطق السكنيه اللي تتبعها الجمعيات التعاونيه. نعم. مع تكليفها بوضع الضوابط الراهنه لعمليه التقيد نحو الاجراءات الامنيه والصحيه في ظل ازمه كورونا، والحمد لله يعني صدر هذا القرار اليوم وتم اعتماده ونشر على مواقع التواصل. حاليا الاخوان بلديه الكويت راح يتم التنسيق وياهم نحو وضع مرئيات وزاره الشؤون وبلديه الكويت حتى لا يتم هناك عمليه التدافع والتزحام في الجراجات، وان شاء الله قاعد نفكر وياهم ان حتى الجراجات تكون عن طريق حجز المواعيد وتكون مميكنه حتى لا يتم التدافع في نفس الوقت نظرا لوجود رمضان الكريم عاده الله علينا وعليكم ان شاء الله مني واليسر. راح نحط الاليه المناسبه اللي تضمن ان اهالي المنطقه السكنيه كل جمعيه تعاونيه تتبع لها جراج يتم عمليه التنسيق وعاليه عمل هذا الجراج بحيث انه يتم خدمه أفضل. أخوي صالح يعني عن طريق قناتك الموقرة. نعم. واحتمال أن هذه الجراجات تقوم بعملية الخدمة إلى المنازل كذلك. زين برافو. بأسعار الجمعيات. بأسعار الجمعيات. برافو. ممكن رسوم بسيطة سيتم فرضها اللي هي رسوم اللي هي طلعة العامل إيه؟ إلى الجمعية من البيت في عملية سواء كان تبديل البطارية أو تشغيل السيارة أو تصليح بسيط إيه؟ لدى المنزل. والحمد لله الأخوان في بلدية الكويت يعني كلمة شكر لا توفيهم. أكيد أكيد جواهم الله. نعم. وخدمة أهالي المناطق في الجمعيات التعاونية. صح أبو عمر، احنا يعني حقيقة شاكرين لك ويعطيك ألف عافية على الكلام هذا، وأيضا يعني بالختام مشكور على هذا، ونتمنى يعني على طول نشوف قرار من يبلش من تبلشوا قرار الفتح أعطونا على طول عشان أيضا احنا ندعمكم إعلاميا من هذا الجانب. وشكرا لك يعني أبهاتنا وأمهاتنا كبار السن، وننتظر القرار باشر منك. كل الشكر لك يا أبو عمر ويعطيك ألف ألف عافية. يعني حقيقة هذا التعاون يعطي ألف عافية، أنا مشكور صراحة يعني على الهواء والله يا يعني أبو عمر مشكور. أنا والله سعيد جدا وايد مستعد، مع أني أنا ماني من كبار السن يعني حتى والدتي ما تطلع الله يعطيها طول العمر، إحنا نجيب لها أغراضها، بس يعني سعيد أن أنا اليوم أشوف قرار وكيل وزارة على الهواء. يعني اليوم خلنا نتكلم اليوم بصراحة، اليوم مسؤول صاحب قرار انا على الهواء، يعني ما يبي نبي ندرس الموضوع يا عمي، ناس كبار بالعمر ومو عارفين يستخدمون الابلكيشن، ويعني اكو بعضهم عندهم الحين نوكيا ما عنده هالجهاز ما يعرف، فيا احنا والله العظيم بعض الناس ترى يستثقلون هذا. والله يا ابو عمر يعني اخجلتني قسم رايتك بيضة، ان على الهواء عطيتنا القرار وبشروا ان شاء الله باكر يطلع تعميم ويروح حق هذا تامر الامر كبار السن تستاهلون، ونتمنى ايضا هذا القرار يصدر ان شاء الله باكر من الاخوان في وزاره الشؤون، وايضا انا ما عندي شك في الاخوان في الجمعيات التعاونيه بان كل التساهيل لكبار السن وذوي الاعاقه. فاصل وارجع لكم. رجعنا لكم مرة ثانية ويعطيكم العافية. فأحمد تعطونا الاتصال لأن ترى ماكو وقت، تبون تأجلون تغرير تبون تحطون لأن ما في وقت إذا تأخذون اتصالات، فيعني إذا الإخوان اتصالاتكم جاهزة خلنا نأخذ شوية اتصالات ونأجل تغرير عشان حرام يعني ما إيه ننطر ما عندنا مشكلة علشان موضوع تقرير صراحة. أنا أول شيء مشكورين إخوان في الجهرة يعطيكم العافية، شكرا أخونا عايد على هذا التقرير، بس والله إذا شغلت التقرير وعلقت عليه بعد ماكو وقت اني اخذ اتصالات الناس، فانا والله تقرير جاهز بس انا يعني استاذنكم اني انا اجلل باكر علشان يعني يكون في وقت ان نتكلم على التقرير وناخذ اعطي. اذا حطيت تقرير وقعدت تعلق عليه واتكلم عليه وعلى الجهد الجبار وما ابي ابخص حقكم ما راح اخذ متصلين، واحنا البرنامج اساسا لازم نسمع العالم، مو معقول العالم قاعد دق من الساعه 8 واحنا ما ناخذهم. ام فواز يعطيك العافيه، هلا فيك، اشكرك على الصراحه على البرنامج الحلو. يسلمك الصراحه، فتحت لنا مجال كان زين تطول ساعه بس ما نشبع منك الصراحه. ويعطيك الف صحه وعافيه. تسلمين يا فواز. انا اللي طالبتها انا وحده مريضه مسويه عمليه ديسك وعمود فقري. نعم.
وانا عندي اجارات متاخره 3 اشهر ماني قادره، عندي عيالي بسم الله عليهم اثنين متزوجين واثنين مو متزوجين، ما وراء البيت الحين يطالبني ب 3 اشهر وانا ما عندي احد يساعدني غير معاجي تقاعدي 850 ذبحتني الاقساط، غير عندي ولدي ما اعطيته توكيل عام وساكني 3 شركات يبون مني 6500 معرضه حق السجن يعني علي ضبط واحضار. قاعد ادق على هذا المدير مالهم مال الزكاه يقول لي لا احنا المسجونين اولى نطلعهم. انزين انا شنو؟ انا بنت الديره. شنو المسجونين؟ بنت الديره وما حد يساعدني. المسجونين قصدك؟ إيه. ورحت بيت الزكاه وكلمت مديرهم، اول شيء قال لي طلعي برا روحي اتحداك، قال لي روحي طلعي برا حق سكرتيرتي. انا قلت له ما دشيت عليك الا عن طريق سكرتيرتك، دشيت على السكرتير قال لي خذي منها ورقه وردي مره ثانيه حاجيني. رديت مره ثانيه حاجي ومودت له كل الاوراق والوثائق الاجارات ومودت له كل اللي علي المديونيه اللي عليك الاستقطاعات كلها وديتيهم. اي ود كل شيء مودت له. كان يقول لي اختي والله اسف احنا ما نساعد هالشركات وما شنو مو عندنا، يبي لنا بيت اذا عندك بيت ترميم احنا نساعدك قرض ترميم بقرض ميسر يعني 6000 لازم يكون عندك بيت. انا من وين بيت؟ انا قاعده بسرداب، قاعده بسرداب ومريضه توني طالعه من المستشفى تعبانه ان شاء الله. والله العظيم حاضر. يعني صادر. حتى الاكل ماني قادره حتى اكله يعني حاضر حاضر طول المستشفى. نحاول نتواصل مع الاخوان في اللجان، في ناس خيرين يساعدوني ان شاء الله. والله البارحه انا رايحه بودي اوراقي طحت طيحه، البارحه كنت في مستشفى الاميري انا ان شاء الله جسمي كله مرضض اسود. حاضر حاضر يا فواز، ابي واحد ولد خير يساعدني يوقف ان شاء الله. ان شاء الله نشوف الاخوان اللجان ان شاء الله. لا ان شاء الله بلد الرحمه هذه، لا تخافين يا فواز يعطيك العافيه وان شاء الله. وما ادري انا صراحه يعني بحاول اخذ اخوان الاتصال من بيت زكاة ايضا لهم الحق الرد، يعني ما نبي احنا بس نسمع من جانب واحد. منو؟ طلال. طلال السلام عليكم. يا هلا طلال حياك الله. قواك الله اخوي صلاح. بخير الله يسلمك يا هلا. بارك عليكم الشهر تقبل طاعتك. حياك الله يا هلا اخوي. طال عمرك. انا عندي 3 نقاط ودي اتكلم فيها بارك الله فيك. باستعجال الله يخليك. ابشر ابشر. انا عندنا من اصدقائنا رادين من مملكة تايلند، وعندي شكر لسفارة دولة الكويت في مملكة تايلند على كل جهدهم اللي قدموه، أو على رأسهم الأخ الفليتشاوي والمنظفين أنت أخ سعد الفرحان والإخوان الوية. هذه نقطة ثانية. أشكر شكر جزيل وعرفان للأخوة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية على تقديمهم، والخطوط الجوية الكويتية على تقديمهم خدمات من أول ما ركبنا لين ما وصلنا. النقطة الثالثة بارك الله فيك، عندي ملاحظة على وزارة المالية. يمكننا موجودين خارج الكويت للأمانة، أنا أكون واضح معك، وقعنا على أوراق أن نكون إحنا في الحجر المؤسسي، نكون كشباب، أنا ما أتكلم كعوائد، ووضحون الأمر أن إحنا كل أمور طيبة، ولا بلغنا هنا أن إحنا راح نكون موجودين بحيث أن يكون هم جهزين الأمر لنا. نعم. جينا وصلنا وكلمنا الإخوان في وزارة المالية في مطار تي فور، صدمونا، قال أنتوا شباب ما لكم مكان، ما يصير ما لنا مكان، إحنا كنا ساكنين في 5 نجوم خارج الكويت ومعززين ومكرمين من كل النواحي ولله الحمد والمنة، واتضح لنا أن العوائل يمرون قدامنا في قدام وزارة المالية يعطونهم سكن وإحنا ما عطونا. طيب إحنا لا كلمنا هنا ولا وضحنا لهم ولا قلنا لهم، احنا حتى اغلبنا ما حد قال حق اهلنا انه هو واصل، لان رمضان والناس نايمين ووقت الساعه 2 الظهر. فهذه ملاحظه على وزاره الماليه. حتى الاخوان الموظفين في وزاره الماليه انا اسف على الاطاله ما كانوا متعاونين معنا جدا شباب، وللاسف هذه ملاحظه اعطيك اياها. حتى الموظف نفسه اخوي صالح حاضر. يقول انا ما بدي شيء واحنا كلمناهم ما عندنا مكان. حاضر يا طلال، احاول اتواصل مع الاخوان في وزاره الماليه ونشوف شنو مشكله الحجر المؤسسي للشباب. يعني انا دريت ان موفرين فنادق وموفرين كثير من الامور، بس ليش يعني هذا الموضوع؟ والله ما اقدر اجاوبك لما اتواصل وياهم. تامر عبد العزيز الضفيري. السلام عليكم. يا هلا حياك الله. بارك عليك الشهر اخوي ابو حيدر. علينا وعليك طال عمرك. الله يطول عمرك اخوي ابو حيدر. انا صراحه من الاخوان اللي حاولوا ان يتطوعون وتطوعت الحمد لله. حلو. فطبعا هذا شيء لجل الوطن وبنفس الوقت مو لجل البشر. يعني وين طوعت؟ تطوعت في الدفاع المدني. حلو. فعقب ما رحت الدفاع المدني وخذيت الهويه، وعقب رحت استلمت في منطقه المهبوله.
رحت استلمت البطاقة المهبولة في جمعية في المهبولة، وعقب قالوا لي أنت ما عندك الفيست اللي هو سديري، روح استلم من الدفاع المدني. ورحت استلم على أساس أن الفيست من الدفاع المدني، عقب اللي يقولوا لي عطني الهوية احنا سلمنا إياها ما عليك أمر. زي ليش يا أخوان؟ احنا والله عندنا إن شاء الله فرز جديد وبنبلغك إن شاء الله. قلت خير إن شاء الله مو مشكلة. عقب هذا الشيء عندي شهود ناس جزاهم الله خير وتكلموا بهذا الموضوع، قالوا لي الشخص أي شخص غير كويتي راح تنسحب من عنده الهوية. ولكن قلت لهم أنا إذا بخدم ترى بخدم لأجل البلد مو لأجل البشر. وصراحة أبو حيدر أنا ما أبي أطول، ولكن في كلام وايد صراحة الواحد بده يتكلم فيه. أنت شنو بدون؟ إي نعم. ونعم الله يطول عمرك. أوكي. ولكن ودنا الرد يعني لا كل كلامك جميل هذا البلد صح. لأن البلد الحمد لله ممتاز. إحنا قلنا الكلام ولا يا عبد العزيز بس أقول لك معلومة، إحنا اليوم ما نقبل في هذا الأمر، وإحنا دائما نقول لازم نتحقق معنا من الجهات ما لها علاقة موضوع بدون كويتي سوري فلسطيني شخص جاي يتطوع يبي يخدم البلد لا محتاج راتب ولا مش. وأنا قلتها من حقها إذا في أحد خايف إنه يكون مثلا باكر في مطالبات وقعوا العالم على أوراق إنه يبقى ما في مطالبات. مشكور يا عبد العزيز، إن شاء الله نتواصل مع الأخوان ونشوف. محمد العنزي مساك الله بالخير. يعطيك العافية أخوي صالح. هلا طال عمرك. تبارك عليك الشهر أول شيء. علينا وعليك. ونطلب الشفاء إن شاء الله حق جميع المرضى. يا الله يا كريم. يا الله كريم، نقدر جهود الحكومة مواجهة هذا الوباء. نعم. لكن حاب أتكلم عن بعض النقاط المهمة. تفضل. اللي كانت الحكومة المفروض أنها تتخذها. مثل يعني نقطة واحدة مهمة، الحكومة يوم اتخذت قرار أنها تسكر المناطق الموبوءة مثل المهبولة والجليب، كان من الأحرى والأفضل أنها أول شيء مع الحظر الكلي لهذه المناطق كان المفروض أنها تعزل العمالة داخل، لأن شايف الوضع حاليا الحالات بدأت تزيد من قبل العمالة. يعني بنقولها بالكويت لا طمنا ولا غد الشهر، منطقة موبوءة سكروها لكن ما زال العمالة الوافدة قاعد يختلطون مع بعض. أوكي واضح. في جيبة يعني كان من الأحرى أن يفضون المنطقة في البداية. أنا أعتقد أن الموضوع وايد صعب مو سهل ترى محمد، وايد صعب. يعني الكلام أنا تكلمته حتى مع الأخوان في الجليب اليوم عندهم 400 بيت، وايد صعب إنك تفصل. يعني وايد صعب إنك تفصل. كان المفروض أن نأخذ على الأقل عبرة من دول ثانية. على عجالة مثل تركيا سكرت 33 تقريبا مدينة وخلال 10 أيام كانت المركز 16 صعدت للمركز التاسع. هذه المشكلة أنك تسكر مكان موبو وتخلي الناس يخالطون بعض، لازم ألغل تبعد الناس عن بعض أساس اللي لا سمح الله اللي في هذا المرض حاش هذا الفيروس لا يعدي الشخص اللي صح. غير مصاب. بالعكس ملاحظاتك محل تقدير، وإن شاء الله الأخوان يعني يكونون منتبهين لها ويأخذونها. مشكور يا محمد نزي ما قصرت، يعطيك العافية. وعلي مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ابو حيدر. هلا طال عمرك. اول شيء بارك عليك الشهر ان شاء الله. علينا وعليك الله يسلمك. وعسى الله ان شاء الله يرفع الوباء عنه وعلى المسلمين كلهم. يا الله يا رب العالمين. وعسى الله يقويك ان شاء الله يخلي لك امك ان شاء الله. الله يحفظك مشكور. ابو حيدر طال عمرك عندك خبر نشاط واقف صح ولا لا؟ وقفوه مجلس الوزراء. شنو هو؟ نشاط الشركات وقفوه مجلس الوزراء. ايه ايه ايه. زين الحين مشكلة قال ما نبي تعويض، قال ناخذ قرض نسكر رواتب العمال بس وجار المكاتب صح ولا لا؟ صح. زين رجعنا البنك امس قال ما وصلنا خبر. لا الحين قرار قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. زين رحنا لهم اليوم قالوا ادخلوا عن طريق النت قدموا تراوراتكم. هذه الحزمة الاقتصادية الى يعني هذه الحلول اللي حطوها يا ابو علي اللي هم للشركات وللافراد. معي؟ ماشي حبيبي الحين العمال وراء يبون بس ايجار بس بدفع اجراتهم بس. ايه فلازم نعطيهم على الاقل شيء يسندهم، فهمت قصدي؟ انت قصدك لازم يستعينون بالقرار هذا. لا طبعا عشان وراهم اجارات مساكين وراهم شو اسمه وراهم معازم ما ياخذ ترى ما ياخذ اكل من الجمعيات، ياخذ يشتري من البقالات يشتري ياكل. نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راح نشوف الاخوان. ما ادري عاد هذا القرار كان الماليه يعني كان مركزي. ما عندنا مشكله قرض يرجع مشان نسدد الغرفه ان شاء الله. حاضر يا ابو علي حاضر حاضر. مال القروض اللي هو بخصوص التعويض بس لازم تعرف شغله ابو علي، ها ترى هو القرض في منه جزئين، في جزء منه لبعض الشركات المشاريع الصغيره
الفائده مالته 25 2.5 نفس الزكاه يعني. وقرض ثاني اللي هو للشركات والافراد اللي هم الحكومه تدفع اول شهر اول سنه الفوائد وثاني سنه نص بالنص والثالث تتحملها يعني هذا القرار. بس متى تطبيقه لازم اتاكد ما ادري. خالد ابو خالد ابو خالد مساك الله بالخير. هلا بالعم. كيف حالك يا ابو حيدر؟ حياك الله. طيب ان شاء الله. هلا 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 بالعم ابو خالد. حبيبي ابو حيدر. نعم. احنا عندنا سايق انطقس الجمعيه ما يرضون يدخلونه الا بطاقه كفيله. ايه. هذه سالفه جديده. معنا سايق بيت وبنفس المنطقه وجمعيه منطقتنا. ايه. يقول لا الا تجيب بطاقه الكفيل الاصليه. لان ما يدرون عمي عم ابو خالد ما يدرون ما يعني يعني مالك انت. ما يصير شو ما يدري انه مالي يعني انت ليش السؤال ايه؟ يدري ولا ما يدري ايه؟ هو مو سايق بيت وبمنطقه انا قصدك انه على العنوان انت قصدك يستثني ايوة. ولا ما يدخله؟ ما يدخله بالمره ايه؟ اليوم رايح يجيب اعراض الصبح كشف السايق قال له ما تدش الا بطاقه كفيلك. هذا حكي زين. اي يعني اي منطقه ولا ماذا تقول؟ الرقه ان شاء الله حاضر. وبعدين عندي بعد ابو حيدر الله يرضى عليك. نعم. بالنسبه للمخالفين بغرامه ليش ما بدل يوفروا لهم وجبات ليش ما يعطونهم العيش والارزاق وخلونهم هم يطبخون؟ مو اوفر بعد بلد خير يعني مو محتاج. والشباب ما شاء الله الفرق التطوعيه عن ابو خالد ما شاء الله كثيره. وامس كان يعني وكيل وزاره شو اسمه باشا راح لكم كان امس مداخله مع زميلنا احمد الفضلي في برنامج اللوبي وقال الكلام ان التنسيق على اعلى مستوى مع يعني الاخوان وكل الجهات وكل الامور هذه بخصوص الاجلاء حق الجميع. احاول باشر اعطيكم الكلام اللي قاله عبد العزيز مساك الله بالخير. ابو حيدر كيف حالك؟ هلا طال عمرك. بغيت اسالك ابو حيدر بالنسبه لقروض بنك الائتمان صار عليها؟ ها قلنا لك الوحيد بدايه الحلقه قلت انا الوحيد اللي الحين ما عندنا اي خبر عليه وناطرين اي شيء يصير موضوع قروض بنك الائتمان. يعني سمعنا المدير تكلم قال ان شاء الله احنا قاعد نشتغل على الموضوع بس ما صار شيء. والله يعني ننظر صحيح انه يعني هو موضوع البيوت وهالامور هذه كلها بس بدام ان الكل يعني اجل 6 اشهر وش الخسران يعني مو خسران شيء. ان شاء الله نتمنى يعني نتمنى الاخوان ان شاء الله. حبيبي يا بعد مشكور طال عمرك. هذا بنك الائتمان اعطونا بعد قرار سريع كذي خل شو اسمه الاخوان في الماليه ننسق الموضوع حاله حال صندوق المعسرين وحاله حال صندوق الاسره حاله حال التامينات البنوك الشركات بعد مره واحده صندوق الائتمان مره واحده. هذا الكلام اللي شو اسمه ابي اختم بالنهايه. انا قبل حلقتين او ثلاثه تكلمنا على موضوع الرؤيه وقلنا ان الموضوع وصل مرحله انه يكون الموضوع صعب جدا موضوع الرؤية بالنسبة حق الحضانة الحاضن أو الأم أو الأب. وقلنا أن الموضوع موضوع صحي أكثر ما هو موضوع قانوني وكانت بيانا الأخت هي الدوسري. أنا يعني كان في يعني خبر على أحد الوسائل الصحف المحلية أن 1200 زين ابن محروم من أبنائه. أنا رسالتي الآن أنا ناشدت الأخوان في وزارة الشؤون وآسف في وزارة العدل بس قلت لك الإجراء صحي أكثر. يخافون هذه أمه وين رايحة ولا أبوه وين رايح والاختلاط واللوية هذه كلها. الموضوع أكبر صار أن أنا اليوم يكلمني ولي أمر يعني جماعة بعض الأمهات صراحة إذا في هذا الوضع رمضان ووباء وبلاء وكل هذا وقلوبكم إلى الآن كذي صخر الله يعينكم على نفسكم صراحة والله العظيم. إذا ناس اليوم في هالزمن هذا برمضان وبلاء وشهر رحمة والحين وللحين قلوبكم صخر على أبوه أنه مطلقة من زوجك تحرمين الولد حتى فيديو كول ما يشوفه والعكس نفس الشيء الأبو أنت على أبوك مطلق المرأة تحرم البنية أو الولد من فيديو كول. يا جماعة خلوا بقلبكم رحمة شوية مالك علاقة انسى الخلاف اللي بينك وبينها انسى ايام الزواج انسوا الخلافات اللي بينكم هذين عيالكم بالنهاية. خلي يدق على امه فيديو كول شنو مشكلته خلي يبرد قلبه خلي امها الام شوية يبرد قلبها خلي الابو شوية يشوفه خلي يدته
لا يصير فيكم الحقد والغل وسواد القلب لهالدرجة. ترى انت الحين بلاء ما ادري باكر حوش الكورونا باكر انت ميت حضر جنابك رايح القبر شي فيدك هذا انت باكر الحقد اللي فيك تاخذينه وياك قبرك مو انتقام ترى يا جماعة هذول عيالكم دمكم ولحمكم واموركم شوية رحمة شوية جسمه كل واحد فيكم قاعد يصلي ويقوم وصلاة ويصور الاسناب والحمد لله ضم ذهب العطش عمي جاب لي عيالك صلة الرحم انت جاب لعيالك لا تصيرون بالسنابات احسن ناس وافضل ناس وانتم بالحقيقة الله يستر انا اتمنى المسج هذا يوصل حق كل ام وكل اب حارم عياله من الثاني في مال الله.